ici devant la face à l'ambassade du Maroc à Rome. نتظاهر أمام السفارة المغربية هنا بروما للاحتجاج على العنف الممارس من طرف النظام المغربي ضد الصحراويين بالأقاليم المحتلة. وحسب آخر الأخبار فإن الشعب الصحراوي يتعرض لإبادة حقيقية. حق تقرير المصير بالنسبة للصحراويين حق اعترفت به الأمم المتحدة منذ 30 سنة، فكيف للمغرب ألا يعترف بهذا الحق الأساسي؟ المنظمات الإيطالية والقوى السياسة الإيطالية تطالب مجلس الأمن وتطالب الأمم المتحدة ببعث بعثة تحصي الحقائق لما جرى في العيون المحتلة، وتطالب مجلس الأمن بالقيام بزيارة إلى المنطقة وزيارة المنطقة، لأن بعثة المنوسو لم تقم بواجبها، كما يطالب بذلك العديد من المنظمات بأن هذه البعثة تكون لها الصلاحيات في مراقبة والتنبيه بخرقات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.